إنه الطفل عبد الرؤوف منير الحولي الذي فارق الدنيا التي عاش فيها 4 أشهر و10 أيام فقط. ابن بلدة مجدل العكارية توفي نتيجة إهمال مستشفيين بحسب ما يؤكد والده الذي يشرح حالته مشيرا إلى أنه أصيب بحالة استفراغ وألم في البطن. جبته على مستشفى مع اليوسف. قام دغري قال لي ما في محلات، هذا تقريبا على الساعة 11 إلا ربع. دغري مش مباشرة دورت ورحت على مستشفى الرحال. كمان في صبية هنيك دل شي 10 دقايق على الكمبيوتر تفقس ودقت مدري على أي طوبة. كمان قالوا له ما في أي محلات، قلنا لها بنترجاك يساعدينا ابننا بحولي خطرة. قلت والله ما في محل، كنت ساعتي تقريبا شي الساعة 8 ونص 9 من بالليل. وقت لقيت انه حالته كثير انه عينه عم تتبال، ضلني مباشرة دورت السيارة وبست فيه على حلبة، مرقت عيطت الدكتور طليل نعيم ما لقيته، لقيت خيه قاعد على الدرج برا. سألني عنه قال لي احو بالمستشفى، مباشرة كبست على مستشفى معن يوسف. ضلني في شاب كمشوا بايدي، انا ابني عايش، انا بعرفه لابني ما كمشوا عايش فوتوا لجوا. كشف عليه الدكتور طليل نعيم، ما في دقيقتين للخمس دقايق الا بيقولوا لي العوض بسنتين. الوالد ادعى على المستشفيين في مخفر حلبة مناشدا وزير الصحة وائل أبو فاعور متابعة القضية، وعلى الفور أوعز أبو فاعور بفتح تحقيق فوري مع مستشفى رحال ومستشفى اليوسف في عكار، داعيا والد الطفل الحضور إلى الوزارة لتزويد المسؤولين بالمعلومات واستدعاء مديري المستشفيين المعنيين بالقضية إلى الوزارة على أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما يتوصل إليه التحقيق.